بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بتلاميذ وتلميذات المستوى السادس. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتناول درسا مهما في الرياضيات، ألا وهو درس التناسبية 3. إذن سنتعرف من خلال هذا الدرس على طريقة إنشاء رسم بياني يمثل وضعية أعداد متناسبة. نبدأ درسنا بهذا التذكير حول معامل التناسب. لاحظوا هذا الجدول، إذن فهو يمثل وضعية أعداد متناسبة. لاحظوا في السطر الأول لدينا كمية البطاطس بالكيلوغرام، ثم في السطر الثاني الثمن بالدرهم. إذن فثمن كل واحد كيلوغرام من البطاطس هو 4 دراهم. إذن سنقوم بإتمام ملء هذا الجدول. للقيام بذلك سنبحث أولا عن معامل تناسب. لإيجاد معامل تناسب نقوم بقسمة أعداد السطر الأول على أعداد السطر الثاني، أو العكس، أي نقوم بقسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول. ويستحسن دائما أن نقوم بقسمة العدد الأكبر على العدد الأصغر. إذن سنبحث عن معامل التناسب، وذلك بقسمة 4 على 1. إذن 4 مقسومة على 1 يساوي 4. إذن فمعامل التناسب بالنسبة لهذا الجدول هو 4. إذن للانتقال من السطر الثاني السطر الأول نقوم بالقسمة على 4، وللمرور من أعداد السطر الأول لأعداد السطر الثاني نضرب في 4. إذن لاحظوا هنا 2 مضروبة في 4 يساوي 8، ثم 5 مضروبة في 4 يساوي 20. إذن لدينا تذكير آخر حول القاعدة الثلاثية أو الرابع المتناسب. لاحظوا الجدول التالي، إذن فهو يمثل جدول أعداد متناسبة. إذن لإيجاد العدد الناقص هنا نطبق العلاقة الثلاثية أو قاعدة الرابع المتناسب، ورأينا بأن جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. إذن سنقوم بحساب هذا الجداء. إذن جداء العدد الناقص في 2، ثم جداء 7 في 8. إذن 7 مضروبة في 8، إذن فجداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. إذن لإيجاد العدد الناقص يكفي أن نقسم جداء 7 في 8 على 2 هنا. إذن 7 مضروبة في 8 مقسومة على 2 يساوي 28. إذن فالعدد الناقص هنا هو 28. إذن لاحظوا هذه الوضعية، ثمن 1 كيلوغرام من البرتقال هو 5 دراهم. إذن الثمن متناسب مع كمية البرتقال كما هو مبين في الجدول أسفل. إذن تلاحظون الجدول، لدينا في الخانة الأولى في السطر الأول كمية البرتقال بالكيلوغرام، ثم في السطر الثاني الثمن بالدرهم. إذن معامل التناسب بالنسبة لهذا الجدول هو 5. إذن للمرور من السطر الثاني للسطر الأول نقسم على 5، وللمرور من أعداد السطر الأول لأعداد السطر الثاني نضرب في 5. إذن لتمثيل هذه المعطيات
على رسم مبياني نحتاج أولا لوضع سلم. إذن بالنسبة لكمية البرتقال نلاحظ أن أصغر قيمة هي 1 وأكبر قيمة هي 8. إذن فسنأخذ 1 كيلوغرام في كل 1 سنتيمتر، إذن يمثل كل 1 سنتيمتر في الرسم المبياني 1 كيلوغرام من البرتقال. وبالنسبة للثمن نلاحظ أن أصغر قيمة هي 5 وأكبر قيمة هي 40. إذن فالسلم المناسب هو 5 دراهم في كل 1 سنتيمتر. إذن سنقوم بإنشاء المبيان. إذن تلاحظون السلم. إذن سنرسم أولا محور الأفاصيل وهو عبارة عن نصف مستقيم، ثم سنأخذ مزود لإنشاء المحور الثاني وهو محور الأراتيب. إذن يجب أن يكون عموديا على محور الأفاصيل. إذن هذا هو الجدول الذي سنقوم بتمثيل معطياته. إذن سنضع كمية البرتقال على هذا المحور وسنمثل، سنضع قيمها. إذن من 1 إلى 8. ثم بنفس الطريقة سنضع الثمن هنا على محور الأراتيب. إن قلنا كل 1 سنتيمتر يمثل كل 1 سنتيمتر 5 دراهم، إذن هنا 1 سنتيمتر 5، 2 سنتيمتر 10، وهكذا دواليك. إذن الآن سنمثل النقطة الأولى. إذن تلاحظون أن 1 كيلوغرام ثمنها 5 دراهم. إذن سنبحث على محور الأفاصيل عن 1، إذن 0 1. إذن هنا سنقوم بإنشاء مستقيم عمودي في هذه النقطة هكذا. ثم بالنسبة للثمن سنبحث عن هذه القيمة 5، إذن 0 5. إذن بنفس الطريقة سنقوم بإنشاء مستقيم عمودي في هذه النقطة، ثم نضع نقطة هنا. إذن بنفس الطريقة سنقوم بإنشاء النقطة الثانية 3. إذن نبحث هنا عن 3. إذن سنرسم مستقيما عموديا هنا على 3، ثم سنبحث بالنسبة للثمن عن 15. إذن سنستعمل دائما المزوات لإنشاء هذا العمودي، ثم نضع نقطة هنا. سنمثل النقطة الثالثة، إذن 5. إذن ننشئ مستقيما عموديا على محور الأفاصيل في النقطة 5، ثم بنفس الطريقة نبحث عن هذه القيمة 25. إذن نرسم مستقيما عموديا هنا، نعم، ونضع النقطة الثالثة. وبنفس الطريقة نمثل هذه القيمة 8 4. إذن 8 على محور الأفاصيل، نرسم مستقيما عموديا على محور الأفاصيل في النقطة 8، ثم بنفس الطريقة نبحث عن قيمة أخرى 40 هكذا، ثم نضع النقطة الرابع. الآن سنقوم بالربط بين هذه النقط باستعمال المسطرة. إذن سنقوم بإنشاء هذا الرسم المبياني. إذا لاحظتم فهو يمر من أصل المعلم من هنا ويربط بين هذه النقط، إذن فهي عبارة عن نقط مستقيمة. بالنسبة للنشاط الثاني فهو عبارة عن نشاط تطبيقي.
يمثل الرسم المبياني التالي سعة الماء المتدفق من صنبور حسب المدة الزمنية. إذا كما تلاحظون على محور الأفاصيل لدينا المدة الزمنية بالثانية، ثم محور الأراتيب لدينا سعة الماء بالليتر. إذا السؤال الأول، هل هذا المبيان يمثل وضعية تناسب؟ إذا كما نلاحظ فهو عبارة عن نصف مستقيم يمر من أصل المعلم، إذا فهو يمثل وضعية أعداد متناسبة. السؤال الثاني، أوجد سعة الماء المحصل عليه من خلال 20 ثانية ثم 10 ثواني، ثم أوجد المدة الزمنية للحصول على 24 لتر. إذا نلاحظ في الجدول الخانة الأولى السطر الأول المدة الزمنية بالثانية، ثم السطر الثاني سعة الماء باللتر. إذا للبحث عن هذه القيمة أي سعة الماء المتدفق خلال هذه المدة، إذا نبحث عن هذه المدة في المبيان 20 ثانية. يمكن هنا استعمال المزوات لإنشاء مستقيم عمودي على هذه النقطة، ثم نلاحظ النقطة التي تقاطع فيها مع المبيان مع هذا الرسم، ثم بنفس الطريقة نستعمل المزوات لإيجاد هذه النقطة وهي تلاحظون القيمة 12. إذن فسعة الماء المتدفق خلال 20 ثانية هي 12 لترا. إذا بنفس الطريقة نبحث عن المدة الزمنية هنا، إذا 24 لترا، ثم نستعمل المزوات لإنشاء عمودي على محور الأراتيف في هذه النقطة، ثم نلاحظ نقطة تقاطع هذا المستقيم مع المبيان، ثم نقوم بإنشاء هذا المستقيم لنحصل على هذه القيمة 40. وبنفس الطريقة نبحث عن سعة الماء المتدفق خلال 10 ثوان. إذا نبحث عن المدة الزمنية 10 ثوان هنا، ثم نستعمل كذلك مزوات لإيجاد هذه القيمة، تلاحظون 6 لترات. بالنسبة للنشاط الثالث فهو عبارة عن نشاط تطبيقي أيضا. إذا لدينا مجموعة من المبيانات، السؤال هو أحدد المبيان الذي يمثل وضعية أعداد متناسبة. إذا سنبدأ بهذا المبيان، كما تلاحظون فهو عبارة عن نصف مستقيم لكنه لا يمر من أصل المعلم من هذه النقطة من النقطة O. إذن فهذا المبيان لا يمثل وضعية أعداد متناسبة. ننتقل للمبيان الثاني، كما تلاحظون فهو يمر من أصل المعلم لكنه ليس مستقيما، إذن فهو لا يمثل وضعية أعداد متناسبة. ننتقل للمبيان الثالث، إذن كما تلاحظون إذن فهذا الرسم عبارة عن نصف مستقيم يمر من أصل المعلم، إذن فهنا الوضعية وضعية أعداد متناسبة. بالنسبة للمبيان الثالث تلاحظون أنه ليس مستقيميا، فهو عبارة عن منحنى، إذن فلا يمثل وضعية أعداد متناسبة. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، بهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس. أدعوكم إلى إنجاز التمارين الموجودة بكتاب الرياضيات، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.